الإبداع اللبناني بعالم الطب مستمر، واليوم مستشفى متخصص بأمراض العين Advanced Eye Care عم يدخل تقنية متطورة إلى لبنان من خلال عمليات جديدة رح تجرى كلها بالليزر. هون متوفرة كل أحدث التقنيات الموجودة مش بس بلبنان، بالعالم. وهيدي الفاسيليتي، هالمستشفى هيدا هو المستشفى الوحيد اللي أخذ الجي سي آي أكريديتيشن، يعني هالنوع هيدا من الأكريديتيشن اللي بيتاخد بناءً على الكوميشن هيدي اللي هي بيست بأمريكا لكونه مستشفى متخصص بالعيون. التقنيات الحديثة لجراحة المي الزرقاء بالعين تعرف بالفيمتوفيكو، وهي تجرى على مرحلتين، واللافت أنه دقة إنجازها عالية جداً وتستغرق ثواني عديدة. حالياً راح نشوف كيف بتتم عملية إزالة المي الزرقاء عبر الليزر بـ 16 ثانية. هذا الجراح. تقنيات هيدي المتطورة اللي منستعملها، واحدة من أهم أشياء عندها هي نسبة الأمان العالية بالنسبة للمريض، يعني السيفتي فيها كتير عالية. ليه؟ لأنه بسبب البريسيجن اللي منستعملها، وهيدي البريسيجن أكيد لها علاقة بأجهزة الليزر المتطورة اللي تستعمل بها النوعين هيدي من العمليات. أما العملية الثانية فهي كاميرا إنلاي، وهدفها تصحيح ضعف النظر الناتج عن التقدم بالعمر. من ناحية لنقول المي الزرقاء بحاجة يعملها، لأنه إذا ما بيعملها ما بيقدر يقشع. من ناحية تحسين النظر، يعني التخلص من الميوبيا هايبروبيا واستجماتيزم، هي بتساعده بطريقة حياته. يعني الناس لنقول اللي بيسافروا كتير، أو الناس لنقول اللي بيعملوا سبور كتير، أو الناس اللي بيقعدوا بمكتبهم لأوقات طويلة، كل هيدي الإجراءات إذا واحد مضطر يتكل كل الوقت على نظارات أو على العدسات، هيدي مع الوقت هي بتشكل عائق بطبيعة حياته. هالتقنيات من شأنها أن تحدث ثورة بعالم طب العين، فهي عم تخفف أعباء على المريض، بالأخص لناحية السرعة بالشفاء وانعكاسها الإيجابي على حياته.